أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواننا الأحبة في منصة الميدان، أشكركم على هذه الاستضافة الطيبة. وبداية وقبل أن نبدأ في حديثنا، أود أن أتوجه بالتحية والإجلال والتقدير إلى كل العاملين في الوزارات الثلاثة الكبرى التي تحمل هم ما يحدث في البلد حاليا، ألا وهم وزارة الصحة جزاهم الله خيرا، جيش المعاطف البيضاء، كذلك الإخوة في وزارة الداخلية، ولا أنسى إخواننا في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. فلهذه الوزارات ولكافة إخواننا الشكر الجزيل على جهودهم، كما أبارك للمنصة منصة الميدان هذه الانطلاقة المباركة بإذن الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عونا لإخوانهم قريبا، وأن تنطلق هذه المنصة إلى حدود أبعد وعلى بركة الله سبحانه وتعالى. السؤال بصراحة سؤال ممتاز، ولابد أن يعرف المستمع الكريم ما هي الفيروسات. الفيروسات يا أخي الكريم هي تصنف ضمن الكائنات الدقيقة. الفيروس لا يعرف على أنه كائن حي، هو يعرف على أنه مرحلة وسطى ما بين الكائن الحي والجماد. الفيروس هو يتكون فقط من مادة وراثية، هذه المادة الوراثية محاطة بغلاف بروتيني، يعني حواليه غلاف بالبروتين. هذا الفيروس بمكوناته البسيطة لا يستطيع أن يحيا خارج الخلايا، لذلك هو دائما يبحث عن خلية حية كي يصيبها ويدخل بداخلها، ثم يقوم بالتكاثر في داخل هذه الخلية. ولذلك الفيروسات أيضا لا يمكن رؤيتها بالمجهر العادي اللي احنا بنشوفه في المختبر، ولا بد من استخدام المجهر الإلكتروني. وإذا أردنا أن نعمل مزرعة لهذه الفيروسات، فلا بد إنه إحنا نستخدم خلايا حية بنسميها اللي هي التيشو كلتشر. فلذلك الفيروسات تختلف عن البكتيريا بعدة أمور. أما بخصوص فيروس كورونا، فيروس كورونا هو جزء من فيروسات تعرف باسم الفيروسات التاجية. هذه الفيروسات معروفة على مدى التاريخ، وإن كنا قد أهملناها في السنوات السابقة، إلا أنه في منها حوالي 6 سلالات شكلت ضغط على العالم. إذا بنتذكر مع بعض، كان في عنا اللي هو فيروس السارس في سنة 2002، وكان عنا أيضا متلازمة الشرق الأوسط للأمراض التنفسية كانت في 2012. لكن لأنه هذه الفيروسات هي كانت محدودية، بمعنى أنه في محدودية الانتشار، ما أخذتش هذا الاهتمام العالمي. الجديد في فيروس كورونا، كلمة كورونا بالمناسبة تعني التاج، لأن شكل هذا الفيروس تحت الميكروسكوب الإلكتروني بالأشواك تبعته يشبه الشكل اللي هو التاج. فيروس كورونا عمل انتشار كبير، فلذلك أثار الرعب في كل العالم. إذن سابقا فيروس كورونا كان موجود وسيبقى، ولكن الانتشار هو الذي يحدد خطورة هذا الفيروس. نوهت أنا في حديثي، قلت إنه الفيروس بيتميز عن الكائنات الحية الأخرى أولا باحتياجه إلى الحياة دوما داخل خلية حية. الشغلة الأخرى اللي بنلاحظها إنه الفيروسات المادة الوراثية تبعتها تختلف أحيانا عن المادة الوراثية لكل الكائنات الحية. الكائنات الحية الأخرى المادة الوراثية الأساسية تبعتها اللي هو الDNA، أما الفيروسات فقد نجد مادة وراثية عبارة عن DNA، أو قد تكون المادة الوراثية هي الRNA. ولذلك إحنا بنسمع وحنتكلم عن موضوع الطفرات. الطفرات هذه عادة بتكون حدوثها في الRNA أكثر من حدوثها في الDNA، وحنشوف اللي هو ليش دائما أو لماذا دائما يحدث الطفرات في داخل اللي هو الRNA viruses أكثر من الDNA viruses. كمان من المميزات اللي ذكرناها، قلنا إنه الفيروس لا يستطيع أن يحيا إلا في داخل الخلايا الحية. وهناك ملاحظة جيد أن نذكرها، أن الفيروسات يا إخوة لا تتأثر بالمضادات الحيوية. ولذلك من باب النصيحة، من يكون لديه مريض مصاب بإنفلونزا أو بفيروس ألا يعطيه مضادا حيويا، لأنه لحاجة لإعطائه
المضاد الحيوي. كذلك تتميز الفيروسات بالتخصصية. ماذا نعني؟ أن الفيروس يجب أن يجد خلية خاصة به لها مستقبلات خاصة فيلتصق بها. يعني إذا دخل فيروس التهاب الكبد الوبائي فإنه يصيب خلايا الكبد لا يذهب إلى خلايا الجهاز التنفسي. فالتخصصية الفيروسية من المميزات يعني المعروفة جدا عن الفيروسات. فيروس كوفيد 19 هو فيروس ليس جديد. هو الكورونا فيروس تصنف عنها من الار ان اي فيروس، طبعا لاصحاب الاختصاص تسمى بوزيتيف سنجل ستراند ار ان اي فيروس. هذه الفيروسات عندما يتم نسخها بغرض التكاثر وانتاج نسخ اخرى طبعا داخل الخلايا الحيه، الانزيم الناسخ لها اللي بنسميه احنا الار ان اي بوليميريز، هذا الانزيم اذا قام باضافه قواعد نيتروجينيه خاطئه ليس لديه القدره على تصحيح هذا الخطا، فلذلك من السهل ان تحدث الطفرات. كما قلت انه السارس في 2002 والميرسا في 2012 اللي ظهرت في شبه الجزيره العربيه كلها عباره عن طفرات، والان احنا عندنا اللي هو الكوفيد. لكن ليش السارس ما اخذش الاهتمام الكبير عالميا؟ لانه كان محدود مثلا في الصين. ليش متلازمه الجهاز التنفسي التابع للشرق الاوسط كانت محدوده في الجزيره العربيه فما كانتش محل اللي هو اهتمام؟ اما الفيروس بشكل عام كوفيد هو موجود، سيظهر سلاله جديده، هذه امور يعني بتقدير رب العالمين. غالبا الفيروسات بعد فتره تختفي لاسباب كثيره، منها انه بيبدا يعني تتكون لدى الناس مناعه ضد هذا الفيروس. نعم، فيروس كورونا يتميز عن الفيروسات الأخرى بصفات خاصة. أولا كما أسلفت أن المادة الوراثية لهذا الفيروس هي RNA، وهذا يجعل حدوث الطفرات فيه بشكل كبير. هو شبيه بالإنفلونزا على فكرة، حتى نقرب المعلومة للإخوة، هو شبيه بفيروس الإنفلونزا، فلذلك حدوث الطفرات دائما سهلة الحدوث، وسمعنا أخيرا عن الطفرة مثلا البريطانية. ثانيا معدل الانتشار العالي لهذا الفيروس، وهذا اللي كان يعني مقلق اخواننا في وزارة الصحة، انه كيف نسيطر على معدل الانتشار العالي، وضعت الخطط المختلفة لهذا الموضوع. اذا ما يميزه هو نوعية المادة الوراثية ومعدل الانتشار. كذلك يعني طبيا التأثير تبع الفيروس على الجسم يعني احيانا بيكون شديد، واخوان الاطباء بيتكلموا على حاجه بسموها اللي هو السيتوكاين ستروم، او اللي هي عاصفه السيتوكاين، ولذلك يعني في هذا الجانب حديث كبير، لكن لا نريد ان نتطرق له بشكل يعني مفصل. نعم، السؤال هذا يعني يتكرر دائما، لماذا انا مثلا شخص سليم وذهبت لفحص الكورونا، عملت فحص بي سي ار وطلع موجب، بينما أخي يعني ظهرت عليه الأعراض أو صديقي ولم تظهر عنده التحليل الموجب؟ يا إخوة، موضوع التحليل اللي هو تحليل البي سي آر، هذا التحليل له قدرة بنسميها احنا الديتكشن ليميت، يعني القدرة على الكشف، بمعنى إنه مش دائما لما يكون الفيروس موجود أنا بقدر أكشف عنه. الفيروس عشان أستطيع الكشف عنه من خلال الجهاز لازم يكون وصل إلى عدد معين. زمان كانت الأجهزة بتكشف عن وجود الفيروس إذا كان في عندي 100 نسخة في الواحد ملي من العينة، 100 نسخة في الواحد ملي. اليوم بفضل يعني التقنيات الحديثة عندنا الديتكشن ليميت أو قدرة الاكتشاف وصلت إلى 6 نسخ. في كل الأحوال لا يوجد جهاز قدرته على الاكتشاف الفيروس 100%. اعظم الاجهزه يعني ممكن تكون قدرتها حوالي 95%. لذلك دائما يوجد فاقد في الموجب، يوجد فاقد، وليس خطا العامل، لا، هو طبيعه الجهاز يعني وطبيعه الفحص في جهاز البي سي ار، نسبه الديتكشن ليميت، نسبه المحدوديه، السنسيتيفيتي، الدقه تبعت الجهاز هي اللي عند 95%. فانا بين كل 100 شخص بتوقع يطلع عندي 5 هم اصلا بوزيتيف ولكن طلعهم الجهاز نيجاتيف. طيب على العكس ممكن الاقي شخص مثلا هو
الجهاز طلعه بوزيتيف، لما عملنا له فحص لقيناه في الشارع فحصنا بوزيتيف بينما مش اعراض. ليش هذا الكلام؟ لانه مش شرط كل من يصاب بالكورونا يا اخواننا تظهر الاعراض. 85% من الاشخاص حسب دراسات كثيره الذين يصابوا بالكورونا لا تظهر عليهم الاعراض، فلذلك للاسف هذا الشخص بيكون ناقل. هذا الشخص مره اخرى باكد مش كل واحد سليم انت بتقابله لا يحمل الفيروس، ربما يكون هو سليم ولا تظهر الاعراض ولكنه قادر على نقل الفيروس وينقل الفيروس الى شخص اخر ربما تكون انت. فلذلك نوصيكم دائما بالاجراءات الوقائيه مره تلو المره تلو. اخواني في المختبرات واخص بذكر المختبر المركزي على جهوده في الفتره السابقه كان عليهم ضغط كبير. البداية اول فحص اللي احنا كنا بنسمع عنه اللي هو بنسميه احنا الريال تايم بي سي ار او الار تي بي سي ار، اللي من خلاله بيتم اخذ مسحه من اللي هو الانف البلعومي، يعني بندخل احنا سواب بنسميه بالانجليزي، احنا بنسميه مسحه باللغه العربيه في داخل الانف تبع الشخص، وبناخذ هذه العينه بننقلها للمختبر في بيئه ناقله، ومن ثم هذه العينه يتم عمل شيء بنسميه احنا اللي هو استخراج الماده الوراثيه او الار ان اي اكستراكشن. بعد ما يتم استخراج الماده الوراثيه عاده بكون العدد الفيروس قليل، فاحنا بنروح ندخلينه على جهاز اسمه ريال تايم بي سي ار. ايش بيعمل هذا الريال تايم بي سي ار؟ هذا بيقوم باكثار بيزيد عدد النسخ من الحمض النووي حتى نستطيع مشاهدتها، يعني بيشتغل شغل بشكل مبسط زي شغل الميكروسكوب، بحيث انه عدد النسخ ايش ماله يزيد ويتم بناء عليه تحديد عدد النسخ الموجوده عند الشخص هل هو موجب او سالب. الفحص الثاني اللي عاده بنسمع فيه دائما اللي هو السيرولوجي تيست او الرابيد تيست، اللي هي العينه بتاخذ من الدم. هذا الفحص يا اخوه بيبحثش عن الفيروس، بيبحث عن اجسام المضاده التي تنتج عند الاصابه الشخص بالفيروس. في عندنا نوعين من الاجسام المضاده، اجسام مضاده بنسميها الاي جي ام اللي بتظهر سريعا خلال اول 5 ايام من الاصابه، وفي نوع ثاني بنسميه الاي جي جي وهذا اللي بيظهر بعد عده ايام حوالي 8 ايام ويستمر يعني الى فترات طويله. فاحنا بنبحث عن وجود هذا اللي هو الاجسام المضاده. طيب ايش الفرق بين الفحصين؟ اذا انا نظرت للشخص ولقيت الرابيد تيست تبعه بوزيتيف اللي هو فحص الدم، هذا بدل عنه كان قد اصيب، لكن هل شفي ام لم يشفى وقت ايش اصيب؟ هذا بنرجع فيه لفحص اللي هو الار تي بي سي ار. طبعا يعني انا بديش اطول عليكم في الحديث، الموضوع اخواننا المتخصصين بيعرفوا في حاجه اسمها السنسيتيفيتي، يعني قديش انا بقدر من الحالات الموجبه امسك، يعني لو انا اديتك 100 عينه موجبات، الفحص تبعك هذا كم عينه من المية بيجيبهم موجب؟ بيكشف 95 يبقى دقته 95 او حساسيته 95%، بيجيب 96 يبقى هو حساسيته 90%. وشغله اخرى كل اخواننا بيعرفوها السبيسيفيتي التخصصيه، يعني هل ال 90 حاله الموجبه اللي مسكهم هم فعلا ضد انتباض ضد او اجسام مضاده ضد فيروس كوفيد، ولا في منهم دخلوا هيك على الخط؟ خلينا نقول طبعا اخواننا اللي يعني اخصائيين بيفهموا ايش يعني كلمه خش على الخط، يعني كروس رياكشن. فطبعا الفحص يتم ايش تقييمه بشكل دائم، وفي الغالب الاخوه وزاره الصحه بيسعوا انه دائما يجيبوا الفحوصات ذات السنسيتيفيتي العاليه، ومن ثم موضوع اللي هو السبيسيفيتي. نعم، يعني احنا كثير بالاعلام بنسمع كلمه طفرات والجميع يتساءل ما هي الطفره؟ الطفره هو هي اي تغير بيحدث في الماده الوراثيه ويكون ثابت. احنا في اجسادنا تظهر طفرات، احيانا بيكون السرطان ناشئ عن حاله من الطفرات. هذه الطفرات تؤدي الى تغير بالنسبه للفيروسات اللي انا اتحدث، تؤدي الى تغير في شكل الفيروس او تؤدي الى تغير في البروتينات التي يتم انتاج الاجسام المضاده لها. فلذلك اي تغير اي طفره بتظهر
سيكون لها في الغالب تأثير، سيكون لها تأثير في الغالب على اللي هو شكل الفيروس. هذه الطفرات تنشأ إما طبيعياً، وخاصة في الفيروسات اللي قلنا عنها RNA، لأنه الإنزيم الخاص بها ليس لديه القدرة على تصحيح الخطأ، أو في طفرات بتكون ناتجة عن استخدام مواد مطفرة بنسميها. في حالة الفيروس اللي هو الكورونا، يعني هناك آلاف الطفرات ظهرت أو مئات الطفرات ظهرت، وهذه الطفرات إذا كانت ذات تأثير كبير ستؤدي إنه اللقاح اللي نتكلم عنه لن ينجح، لكن إذا كانت طفرات بسيطة لا تغير من شكل الفيروس بشكل كبير، فإنه هذه يعني الطفرات لن يكون لها تأثير كبير. من أشهر الفيروسات اللي يحدث لديها طفرات اللي هو فيروس الإنفلونزا، وبعرف إخوان المختصين إنه في الإنفلونزا في حاجة يسموها الأنتيجين شيفت والأنتيجين درافت، والأنتيجين شيفت هذا بغير شكل الفيروس من الخارج بشكل كامل، وبينشأ نتيجة لدخول فيروسين مختلفين داخل الشخص، فبينشأ عنده فيروس جديد، ومنهم أشهرهم فيروس يعني إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور. الأنتيجين شيفت هو تغير بسيط بيحدث بشكل طبيعي في الفيروس. في النهاية الطفرات قد تحدث تغيير كبير أو قد لا تحدث تغيير، هذه يعني بتكون مشيئة الله سبحانه. نعم، مصطلح تسطيح المنحنى يعني مصطلح يستخدمه إخواننا أخصائي الأوبئة أو الصحة العامة، والمقصود بهذا المصطلح إنه أنا ما أصلش للذروة في وقت قصير. يعني إحنا خلينا نشبه الموضوع إنه أنا بدي أخلي عدد الحالات اللي بتظهر بشكل يومي ثابت تقريبا، يعني زيادة تكون طفيفة. ليش؟ لأنه أنا عندي النظام الصحي يستطيع أن يستوعب عدد محدد من الحالات، فإذا أنا الذروة وصلت لها في وقت قصير صار عندي زي شكل الجبل. فطبعا قمة الجبل تمثل اللي هو وقت الذروة، فإذا وصلت لهذا الأمر أنا النظام الصحي تبعي مش حقدر يسيطر على هذا الموضوع. يبقى إيش الفكرة؟ الفكرة أن أنا أخلي عملية الزيادة في العدد تشبه شكل الهضبة، يعني الزيادة يوميا تكون إشمالها بسيطة في العدد، فلذلك يبقى القطاع الصحي قادر على السيطرة على هذه الحالة. طبعا كيف نستطيع أن نصل إلى تسطيح المنحنى؟ من خلال اتباع الإجراءات الوقائية كافة اللي حنتكلم عنها. يعني أنا حتى أصل تسطيح منحنى أنه عدد الحالات التي تظهر يوميا يكون شبه ثابت، وأصل للذروة بعد فترة طويلة من الزمن. يعني تسطيح المنحنى يا إخوان لا يؤثر عدد الإصابات الكلي، هو العدد الكلي، لكنه سيتوزع على الزمن بفترات طويلة. نعم، مصطلح عدة التكاثر الأساسي أو الأرنوت، هذا المصطلح يتعلق بعدد الحالات التي يستطيع يعني الشخص المصاب أن ينقل فيها المرض إلى أشخاص سالمين. هذا المصطلح يتم قياسه قيمة، طبعا له آلية في القياس. إذا كان الأرنوت هذا أقل من واحد هذا بيكون أمر مطمن، هذا بيعني أنه المرض بشكل عام سيتضاءل، سواء كان فيروس أو خلافه سيتضاءل بعد فترة، لأنه كل شخص لا يستطيع أن ينقل المرض يعني إلى أقل من شخص. المشكلة بتحدث لما الأرنوت يكون أكثر من واحد، هنا بنبدأ نفكر قديش هذه الزيادة وعن إيش أثرها في المستقبل. مثلا على سبيل المثال لو أخذنا الإنفلونزا، الأرنوت تبعها حوالي 1.3، هذا بيعني أنه كل واحد بينقل لواحد الإنفلونزا. لو جينا للكوفيد، الكوفيد الأرنوت تبعه 2، يعني كل واحد بينقل لشخصين. طبعا الرقم بسيط، مش فرق بين 1 و2، لكن شوف أنت بعد 8 دورات، يعني بعد 8 ما ينقل لبعض الإنفلونزا بتكون الشخص المصاب عدى أو تسبب عدوى 56 واحد، لكن الكوفيد لقديش؟ 2047 شخص. فذلك أي تغير بسيط في الرقم يجب أن يؤخذ في الاعتبار. طبعا إيش العوامل اللي بتأثر في هذا الرقم؟ عوامل كثيرة، منها مثلا المناعة، منها طبيعة الفيروس ذات نفسه، لكن في النهاية يبقى هذا المقياس مقياس
مهم جدا لمعرفة هل هذا الفيروس خطير جدا ولا ممكن يعني يحصل عملية التئام له. حتى الآن في كوفيد الرقم يعني من 2 إلى 3، ولذلك الخطورة لازالت كبيرة. يعني بداية أعان الله إخواننا المسؤولين عن هذه الطامة التي حلت بالبلاد، لأنه بالنهاية موضوع اتخاذ القرار ليس سهلا بالإغلاق الشامل أو الإغلاق الجزئي وما إلى ذلك. ولكن عموما أقول أنه فعلا الإغلاق الجزئي يحقق نتائج إيجابية بشرط أن نزيد وعي المواطن. للأسف يعني أنا بأجد أنه بعض المواطنين يوم الخميس ويوم الأحد كأنه يوم الخميس وقفة ويوم الأحد عيد، فهذا بسبب ضغط على اللي هو القطاع الصحي. لكن بشكل عام لاحظنا أنه في انخفاض في الحالات بسبب الحجر. أي عملية تهدف إلى تقليل الاحتكاك، تهدف إلى أن تحافظ على شغلة بنسميها تباعد اجتماعي أو social distance، هي عملية ناجحة بغض النظر كان حجر لمدة يوم أو يومين أو حتى لساعة أو إغلاق صالة أو إغلاق يعني عفوا مسجد. طبعا الإخوة المحتاجين أغلاق المساجد وأنا لي موقف من هذا الموضوع، لكن بالنهاية الفكرة أن نخفف احتكاك الناس مع بعضهم. أعتقد في الأسابيع الأخيرة بدأ يعني الفكرة تصل للناس بشكل جيد، ولكن أنا مع مرة أخرى موضوع يعني الحجر أرجو أنه يعني يستمر لفترة بسيطة ثم ينتهي إن شاء الله. يعني أنا لا أدري بصراحة في هذا السؤال أكون سعيد أم أكون حزين. للأسف إحنا أنا وعدد من الزملاء منهم الأستاذ أكرم الطاهر، يعني هو اللي كان مشرف الأساس على هذه الدراسة، قمنا بإعداد دراسة حول مدى وعي المواطنين حول موضوع كوفيد، وأخذنا فئة كبيرة من الأشخاص ومن مختلف اللي هو الدرجات العلمية. وجدنا أنه باختلاف الدرجة العلمية كلها كان هناك معرفة ممتازة لدى الأشخاص بالإجراءات الوقائية، ولكننا وجدنا المشكلة في عدم التزام الأشخاص بالإجراءات الوقائية. نعم هو يعرف ما هو فيروس كوفيد وما هو كورونا وكيف ينتقل وما هي أعراضه، ولكن لا يلتزم بالإجراءات. فلذلك مرة أخرى يا إخوة، التزامك بالإجراءات يضمن سلامة أحبابك. قد تكون بصحة ممتازة وبصحة طيبة ولا يصيبك الفيروس أو تصبح ناقل لهذا الفيروس، لكنك تنقله لأبيك أو لأمك في البيت. فلذلك الحذر الحذر. يعني موضوع الإجراءات الوقائية ربما نسمعه صباحا ومساء، ولكن يعني في التكرار يعني أو في يعني يتعلم الشطار كما يقولون، ونرجو من شطارنا أنهم يعني يتعلموا الدرس. مرة أخرى يا إخوة، نحن نحذر من أن تكون ناقل لهذا الفيروس لحبيب لك، لزوجة أو لأب أو لابن، وهنا يعني ستشعر بالندم الشديد حتى لو تظهر عليك الأعراض. لذلك من أهم الأمور حاول أن تقلل من اختلاطك بالناس. ما تروحش على السوبر ماركت وقت الذروة، حاول تروح في وقت ما يكونش فيه عدد كبيرة في السوبر ماركت. الأماكن اللي مش محتاج تروحها ما تروحهاش، مش ضرورة تجامل يعني وتزور الناس في بيوتها. وعفوا عادة التقبيل هذه المنتشرة عندنا، اللي بيقول لك خايف قول له خايف. إخواننا مع فيروس كورونا أو مع كوفيد مسموح لك تجرب مرة واحدة. إحنا دائما بنقول للناس كوفيد زي اللي بيرمي حاله من الطابق العاشر، مسموح له تجربة واحدة يعملها في حياته. ليش؟ لأنه التجربة الثانية مش هيكون موجود أصلاً. فأنت دائماً خذ في بالك هذا الموضوع، حاول أنه إيدك ما تصلش لوجهك، حاول قدر الإمكان أنه ما تصلش إيدك لوجهك. كيف ما تصلش؟ لأنه الفيروس يدخل إما عن طريق الجهاز التنفسي الأنف والفم أو عن طريق العين. فإذا ما وصلتش لهذه المناطق أنت بخير إن شاء الله. حافظ على النظافة الشخصية، اغسل ايديك، اغسل كل ما تسلم على واحد او كل حتى تسلمش، كل ما تستخدم الاسانسير. والاسانسير بالذات انا يعني سبق حذرت منه وقلت اللي بيستطيع يستغني على الاسانسير يستغني، لانه الاسانسير عبارة عن غرفة يا اخوان، غرفة صغيرة. لو واحد مصاب دخل وضغط على الزر او عطس داخل المكان وجيت انت ورا دخلت،
لا زال الرذاذ موجود. فاذا انت ساكن على الطابق الاول والثاني اطلع. انا شخصيا بستخدم الدرج، استخدمش اللي هو الاسانسير. موضوع الكمامه، الكمامه انتبه جيدا في موضوع الكمامه. اذا انت بتلزم الشخص اللي قبالك بالكمامه انت تحمي نفسك، كيف؟ تصوروا لو كان الشخص اللي امامك مصاب وارتدى وانت ارتديت كمامه، هو مش مرتدي كمامه، انت ارتديت وهو مش مرتدي وهو مصاب، احتماليه اصابتك 70%. لو هو المصاب ارتدى كمامه وانت ما ارتديتش، احتمال اصابتك فقط 5%. لو انتوا الاثنين ارتديتوا الكمامه احتمال اصابتكم تصل ل 1.5 ل 2%. يبقى الزامك لاي شخص امامك بارتداء الكمامه، انا بشتغل في جامعه، الزم الطلبه بارتداء الكمامه. بقول له وين كمامتك اول ما ادخل المكتب عندي؟ ليش؟ لانه مش عشان بدي احمي انا، كمان بدي احمي نفسي. فحافظ على نظافه نفسك. التباعد نظافه يعني ارتداء الكمامه بشكل تام. التباعد الاجتماعي، حاول انك ما تكونش قريب من الاشخاص، حاول تحافظ على مسافه لا تقل عن 1.5 متر مع الاشخاص اللي بتحكي معاهم، يعني قلل الاختلاط مع الاشخاص قدر الامكان. الالتزام ثم الالتزام ثم الالتزام بالتعليمات الصادره عن الجهات الرسميه، لانه هي تهدف الى حمايتك اولا واخيرا. ارجوكم الا ناخذ موضوع التعليمات تصدرها وزاره الصحه او الداخليه للحفظ في الذاكره بدنا نطبقها. يعني اخواننا الكرام، النصائح والارشادات هنا احب ان انوه وان تضع 3 خطوط حمراء تحت هذه الارشادات والنصائح. يا اخوه، نحن لا نستقي معلوماتنا من مواقع التواصل الاجتماعي. انا استطيع الان وانا استاذ ماده الحياه الدقيقه ان اكتب خبرا كاذبا وان يتناقله الكثير من الطلبه، وحتى يمكن ربما بعض ليس ذوي الاختصاص. لذلك نحن نستقي معلوماتنا من ذوي الاختصاص، من المواقع الموثوقه، موقع وزاره الصحه، موقع منظمه الصحه العالميه، مواقع ذات اختصاص. لذلك يا اخوه، ابن المبارك لديه يعني مقوله شهيره يقول: لولا يعني لولا اللي هو الاسناد لقال ما شاء من شاء ما شاء. يعني لولا انه في سند موجود في الدين كان اي واحد بيحكي اي شيء في اي شيء وبيالف اللي بده اياه. فلذلك نحن، هذا ملخص لعمليه التوثيق، نحن يجب ان نستقي معلوماتنا من مصادر موثوقه. بيطلع واحد بيقول لك انه قال الدكتور سان بان مان انه اذا انت شربت مش عارف خروب الصبح وكان كده الظهر بتطيب من فيروس كورونا والناس بتنتشر. واحد طلع لي في منشور بيقول لي انه الفيروس يقضي عليه المواد القلويه. وذكرني المواد القلويه: الليمون 9.9، الافوكادو 1.29، البي اتش. يعني من جيد الحديث حول هذا الموضوع، وانا اشكركم على هذه الاسئله الصحيح في 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 مركز الموضوع. موضوع اللقاحات يا اخوه، ما هو اللقاح؟ اللقاح هو عباره عن الميكروب المضاعف. يعني احنا بنجيب الميكروب بنضعفه او بنقتله او بناخذ جزء منه وبندخله في داخل الجسم الشخص السليم. فايش بيعمل؟ هذا الميكروب الميت او المضاعف او المنقود جزء منه، عندما يدخل في داخل الجسم يستحث جهاز المناعه على تكوين ايش احنا بنسميه الاجسام المضاده. فاصحاب الاختصاص بيقولوا يعني باللغه الانجليزيه بيقول لوست اوف باثوجينستي اند يعني اند كيب ذا اللي هو انتوجينستي، يعني فقدان الامراضيه. هذا الميكروب عندما يدخل لا يستطيع احداث المرض عندنا، لكنه يستطيع أن يستحث جهاز المناعة على تكوين الأجسام المضادة. فهذا تعريف اللي هو اللقاح. المصل أمر مختلف، لأن اللقاح أنت بتاخذ الميكروب. طبعا أمثلة على اللقاحات مثلا اللقاح تبع التيتانوس، اللقاح تبع الهيباتيتس بي، اللقاح تبع الميزلز والروبيلا وشلل الأطفال، كل هذه أمثلة على اللقاحات اللي أطفالنا بتلقحوها في سن اللي هو الطفولة. وهو أنا بشكر أمهاتنا هنا إنه دائما يحافظنا على كرت التطعيم، وكأنه يعني بطاقة الهوية الخاص فيها كرت التطعيم تبع اللي هو المولود. المصل لا،
المصل انت بتاخد اجسام مضاده جاهزه من شخص او حيوان كان قد اصيب بالميكروب. يعني احنا بنجيب واحد مريض، شخص مريض محتاج للاجسام المضاده، لو اعطيته التطعيم جسمه مش حيقدر يكون اجسام مضاده، فاحنا بنروح جايبين له اجسام مضاده جاهزه وبنعطي له اياها. طب مين افضل، اللقاح ولا المصل؟ اللقاح وجد حتى يستحث جهاز المناعه تبع الشخص السليم عن انتاج اجسام مضاده. المصل وجد لكي يساعد في شفاء شخص مصاب ما عندوش اجسام مضاده، بنعطيه الاجسام المضاده. واضح الفرق؟ انه في اللقاح انا بدي الميكروب وجسمك بكون اجسام مضاده، في المصل انت مصاب بالميكروب انا بديك اجسام مضاده جاهزه حتى تستطيع لفتره بسيطه ان تقضي على الميكروب، لكنها لا تكون مناعه دائما. نعم، الفكرة أنه الأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بالفيروس في مرحلة النقاهة، يعني مرحلة الشفاء، لما يكونوا طالعين هم نقابوا من الفيروس، بنلاقي عندهم كمية الأجسام المضادة كبيرة. فالفكرة كانت كالتالي، أنه أنا ممكن أجيب شخص شفية وأخذ منه، أستخرج منه أجسام مضادة، يعني أخذ بلازما تبعت الدم أستخرج منها أجسام مضادة وأعطيها للشخص المصاب فتساعد في الشفاء. واقعياً نظريا الفكرة رائعة، لكن واقعيا يا إخوة بناء على الدراسات، وأنا اطلعت على دراسة مرجعية شملت 138 دراسة حول العالم، ما فيش إثبات لنجاح هذه التجربة. يعني موضوع إعطاء المصل أو الأجسام المضادة المأخوذة من شخص كان مصاب في السابق وشفيها وأعطاها لشخص مصاب، الدراسات اللي تعاملت مع الموضوع بإيجابية قالت انه في تحسن على المريض، يعني في تحسن طرأ. طبعا ليش هذا الكلام بنقوله؟ لانه مش بس الاجسام المضاده والخلايا البائيه والتائيه هم اللي بيساهموا، لا كمان في عوامل اخرى تلعب دور في عمليه اللي هو الشفاء. الان الشركات ما سكتتش على الموضوع، قالت لك ليش احنا نروح نجيب مصل من شخص شفية ونديه لشخص مريض؟ احنا حننتج الاجسام المضاده. فمنظمه اللي هو الاغذيه والادويه الامريكيه اجادت استخدام نوعين من الاجسام المضاده المنتجات في المختبر. يعني جابوا يعني انا مش اتكلم على اي الانتاج كيف بتتم عشان ما نطولش عليكم، لكن في اليوم نوعين من الاجسام المضاده بنسميها المونوكلونال انتيبادي، اجازت منظمه الأغذية والدواء الأمريكية وهي صاحبة الرخصة في الولايات المتحدة بهذا الأمر، أجازت استخدامهم في علاج المرضى. لكن حتى الآن مرة أخرى الدراسات لم تثبت بشكل تام فعالية هذه الطرق في العلاج، لأنه فيروس كوفيد كما تعلمون مستجد ولازالت الدراسات مستمرة في هذا الجانب. نعم، موضوع الطفرات، يعني عودة إلى موضوع الطفرات، الطفرات قد تكون طفرات بسيطة بحيث أنها لا تؤثر على شكل الفيروس الخارجي، ولذلك يبقى التطعيم قادر على التأثير، ولأن الأجسام المضادة تبقى قادرة على التعرف على هذا الفيروس. المشكلة إذا ظهرت الطفرات يعني بشكل كبير بحيث أنه تغير شكل الفيروس بالكامل من الخارج، ففي هذه الحالة لن يستطيع جهاز المناعة أن يتعامل مع هذا الموضوع، وسيحتاج إلى إنشاء أجسام مضادة جديدة. عشان نسهل المصطلح، الأجسام المضادة والفيروسات يا جماعة زي المفتاح والقفل. إذا أنت غيرت في القفل هذا شوية ممكن المفتاح يقدر يفتح القفل، لكن إذا حصل تغير كبير في القفل المفتاح يصبح غير مناسب. فبعض الطفرات بيكون بسيط، تغيير بسيط يفتح المفتاح، لكن إذا التغيير كان كبير المفتاح لن ينجح. طبعا لذلك حتى اللي بنتج اللقاحات اليوم مش عارفين هذا اللقاح سيكون فعال لمدة كم شهر، بتلاقي دراسة بتقول لك حيكون فعال 8 شهور أو 12 شهر أو سنة، ما فيش حد قاطع. هذا الفيروس يشبه فيروس إنفلونزا لحد كبير، كل سنة المرضى بياخذوا تطعيم الإنفلونزا، مظبوط؟ ربما نحتاج للكورونا إلى كل 6 شهور أو 8 شهور أو سنة أو ربما أكثر، لا يوجد إجابة واضحة في هذا الجانب، الأمر متروك للدراسات ومتروك للزمن بشكل أكبر.
نعم التطعيمات بصراحة أو اللقاحات عشان ما نغيرش المصطلح مع الناس اللي بنسميه احنا الفاكسين باللغة الإنجليزية سواء كان تطعيم أو لقاح، منذ أن بدأ إنتاجها يعني أول شخص اشتغل في التطعيم بيعرف أخصائي المايكرو اللي هو إدوارد جينر، جينر عمل تطعيم للسمول بوكس ومن ثم انطلقت موضوع اللي هو التطعيمات اللي هو الفاكسين. التطعيمات تعتمد بالنسبة للفيروسات على 5 طرق، وهذه ال5 طرق تم تجربتها على اللي هو الكوفيد. يعني الشركات الآن إذا إحنا بنشوف مثلا في 5 تجارب ناجحة، لا هناك أكثر من يعني 300 أو 400 مؤسسة تعمل حاليا على إنتاج اللي هو التطعيمات اللي بنشوفه إحنا فقط اللي بينجح في هذا الجانب. إيش فكرة العمل؟ أولا قال لك أول نوع من التطعيم اللي ممكن يكون بأثر، يعني إن أنا أدي الفيروس ميت بنسميه إحنا الـ Unactivated Virus أدخله لجسم الشخص ما بيأديش لمرض لكنه بيستحق جهاز المناعة. النوع الثاني اللي احنا بنسميه اللي هو اللي انا اضعف الفيروس فبسموه لايف اتينيويتد فيروس، يعني انا اعطي الفيروس هو حي ولكنه ضعيف بحيث انه جهاز المناعة يستطيع ان يقاومه، ها ما يحملش مخاطرة الاصابة. النوع الثالث من التطعيمات اللي شفناه احنا دخل عندنا وزارة الصحة مع عن طريق الهباطيتس بي اللي بنسميه احنا صب يونت فاكسين، انا ليش اعطي الشخص الفيروس كامل؟ طب انا اعطيه جزء من الفيروس اللي جهاز المناعة بيكون له اجسام مضادة، فمثلا بنسميه احنا في الهباطيتس بي بنسميه اللي هو السيرفيس انتيجين الاس انتيجين، بس ادي الغلاف الخارجي وبعد هيك الجسم يصير يكون له اجسام مضادة. النوع الرابع اللي بنسميه احنا عاد اللي هو الحديث هذا اللي اثار كثير الناس اللي هو موضوع اعطاء الماده الوراثيه او المسنجر ار ان اي. والمسنجر ار ان اي يا جماعه بكل شكل مبسط هو عباره عن الماده الوراثيه التي يتم ترجمتها لكي تعطي البروتين تبع الفيروس. فانا بروح مد الشخص في العضل المسنجر ار ان اي هذا حيخش على الخلايا، الخليه حترجم هذا المسنجر ار ان اي حتطلع البروتين اللي هو تبع مين؟ تبع الفيروس. البروتين هذا حروح يطلع على سطح الخلية تبعت الشخص السليم اللي أخذ التطعيم، فحيجي جهاز المناعة يتعرف على هذا البروتين إنه غريب ويقوم بمقاومته. يبقى هي الطريقة الرابعة. الطريقة الخامسة بسموها الفيكتور فاكسين، إن أنا أحط الفيروس تبع جزء منه في داخل اللي هو فيروس ناقل. من الأمثلة اللي كنا بنسمعها على السريع عشان ما نطولش عليكم، في عندنا اللي هو الفايزر او الفايزر والموديرنا، هذول بيعتمدوا على المسنجر ار ان اي، هذول بيعتمدوا حديثا على المسنجر ار ان اي. في مثلا نورفاكس اشتغلت على موضوع اللي هو البروتين سبلمنت، وهكذا الشركات. في الروسي اللي هو اللقاح الروسي بيعتمد على الفيكتور فاكسين، وكل يوم حنسمع باشياء جديده. يعني الواقع في لقاح اللي هو الكوفيد كان في إسراع شديد جدا في إنتاج اللقاح. يعني قد تفاجأ ويفاجأ الإخوة المستمعين إذا قلنا إنه أي لقاح عشان ينزل ويتم استخدامه عالميا قد يحتاج إلى أكثر من 5 سنوات، وذلك هناك سرعة شديدة جدا في استخدام اللقاحات، وذلك هنا الخوف من تأثير هذه اللقاحات ربما لدى يعني مثلا المنظمات المختلفة بما فيهم منظمة الصحة العالمية. بالمناسبة منظمة الصحة العالمية حتى الآن لم تعتمد هذه اللقاحات، اللي اعتمدها اللي هو الفود الاف دي اي اللي هو الفود اند دراج اسوسيشن اللي هي تبعت منظمة الأغذية والأدوية تبعت الولايات المتحدة، وهي اللي نزلت، وبعدين الاتحاد الأوروبي يعني قام باعتماد بعض الأشياء دول اللي اعتمدت. أما منظمة الصحة العالمية تدرك هذا الموضوع. عموما إنتاج أي لقاح في الدنيا بيبدأ بداية بتحليل الفيروس، يعني بنجيب هذا الفيروس الجديد أو اللي احنا عارفينه، بنشوف إيش في الأجزاء اللي جسم جهاز المناعة تبعنا بكون لها أجسام مضادة. بعدين بنروح بنصمم الفاكسين تبعنا، احنا عايزين الفاكسين هذا يكون لايف اتنويتد ولا انكتيفيتد ولا سب يونت، إيش طبيعته؟ صممنا الفاكسين، بنروح بنخش على مرحلة ما قبل اللي هو الطبية بنسميها بالبريك الكلينيكال، انه احنا بنروح مجربين هذا التطعيم على حيوانات. طب نجح على الحيوانات، بدخل الان على 3 مراحل قبل انه يتم اعتماده.
بسميه فيز 1 المرحله الاولى، وفيز 2 وفيز 3. في فيز 1 بنستخدمه على يا جماعه بنجرب مع اشخاص عددهم قليل متطوعين من 20 ل 100 شخص، وبنراقب تاثير الفيروس عليهم، تاثير اللقاح طبعا. ضبط، بنروح بنجرب الموضوع على عدد اكبر في المرحله الثانيه، مئات الاشخاص. ضبط، نستنى فتره بنروح بنجرب على الاف الاشخاص. طيب فيز 1 وفيز 2 وفيز 3 مشي، بنروح احنا مسلمينه للمنظمات تفحصه. هذا الامر فحص المنظمات احيانا بيستغرق حوالي سنتين. الفيز 1 وفيز 2 وفيز 3 اللي ذكرتهم سابقا احيانا بيحتاج 5 سنوات، لا مسألة مش سهلة. وفي النهاية لما بياخذ موافقة بيبدأ إنتاجه. يبقى أنا مريت بكم مرحلة؟ 6 مراحل، واحدة من المراحل أخذت 3 فيز. لكن إحنا في موضوع كورونا اختصرنا الوقت بشكل شديد جدا، فلذلك المعطيات قليلة حول هذا الموضوع. يعني للأسف يعني التسمية أساسا خاطئة، يعني حاشا لله أن نكون نحن يعني قطيع. هي بسموها المناعة المجتمعية أو مناعة المجتمع، الهيرد إميونيتي باللغة الإنجليزية، لكن كلمة هيرد تترجم إنجليزيا قطيع وتترجم مجتمع. يبدو أن من ترجمها في أول كتاب يعني لم يكن موفقا في عملية اللي هو الترجم. مناعة القطيع كيف تنشأ؟ شو يعني مناعة القطيع أو مناعة المناعة المجتمعية؟ إنه أنا بدي أكون في المجتمع، هذا المجتمع محصن، يعني أكثر معظم هذا المجتمع يكون لديه مناعة ضد فيروس أو ميكروب معين. أنا كشخص لو كنت مش محصن، مش ماخذ اللقاح، وجودي وسط هدول الأشخاص يوفروا لي درع حماية، وهذا الفيروس عشان يصلني لازم يجد ناقل. طب إذا كان اللي حوالي كلهم عندهم مناعة لن يصل لي الفيروس، يعني زي ما نقول والله الأخ رئيس أحد الدول وحواليه حراس، هو لا يحمل مسدس، لكن وجود الحراسات تبعته حواليه يوفر له حماية، فهذه مناعة القطيع. الآن هذه المناعة المجتمعية أو مناعة القطيع كما أسميتها كيف تحدث؟ تحدث بطريقتين، إما باللقاح وإما عن طريق العدوى الطبيعية، إما باللقاح أو بالعدوى الطبيعية. إذا تذكر قبل 4 أو 5 سنوات أو أقل من 4 سنوات تقريبا، كان في عندنا اللي هو المامس، اللي هو النكاف، ظهر في مدارسنا بشكل كبير، وعزي الأمر أيامها إلى أنه ممكن يكون كان في فشل في التطعيم، ودرس الموضوع وجد أنه هذا أمر طبيعي، أنه كل عدد من السنوات يظهر اللي هو الفيروس ثم يختفي. ليش اختفى؟ لأنه تكونت مناعة مجتمعية ضده. الشغلة الثانية قلنا العدوى الطبيعية، مع كوفيد احنا ما بنقدرش نجلل العدوى الطبيعية، عارف ليش يا اخوة؟ اولا لانه اذا انا بدي اترك الموضوع للمجتمع عدد الاصابات سيكون كبير جدا، وراح التسطيح المنحنى، والجهاز الصحي لن يستوعب عدد الاصابات. وامبارح سمعنا وكيل الوزارة بيقول انه بعض المستشفيات تنتج 300 لتر من الاكسجين في الدقيقة، بينما بعض المرضى يحتاج 60 لتر في الدقيقة، بمعنى أنه كل إنتاج المستشفى لا يكفي 5 مرضى. فلذلك أنا ضد موضوع مناعة المجتمع أو مناعة القطيع في الحالة اللي احنا بنتكلمها، لأنه هذا سيرهق القطاع الصحي، وأنا مع موضوع اللي هو تسطيح المنحلة جملة وتفصيلا. يعني موضوع عدم وجود فارق، لا، في فارق بين الانفلونزا الموسمية وفيروس كورونا، والذين يعني نسأل الله أن يعافينا جميعا الذين عاشوا تجربة كورونا عاشوا يعني ويلات صعبة جدا. لكن أنا سبق أن أنا قلت أنه أكثر من 80% من الأشخاص الذين يصابون بالكورونا لا تظهر عن الأعراض والحمد لله، لكن الشخص الذي يصاب بالأعراض وتتمكن منه الأعراض يعني يعاني معاناة شديدة جدا. ونحن شفنا أشخاص كانوا بتمام الصحة والعافية رحمهم الله، عندما تمكن منهم هذا الفيروس يعني قتلهم. من يذهب إلى المستشفى الأوروبي والمستشفيات الأخرى
ذات العلاقة يعلم صعوبة الأمر، لكن يعني كما قلت الحمد لله رب العالمين معظم الحالات يعني بتعدي. لكن بتكلم أنا في حوالي 1% وفيات في الحالات التي تصاب، فالأمر يعني يجب أن يؤخذ مأخذ الجد. بخصوص سعر المسحة، أنا طبعا لست خبيرا بالأسعار، هي ليست مرتفعة الثمن عموما حسب معلوماتي، ولكن المشكلة في توفير عدد كبير من المسحات وفي توفر هذه المسحات في البلد، وانت بتعرف يعني احنا في وضع حصار، ومش دائما يعني الاحتلال يسمح لك ان تفعل ما تشاء، وهم يستغلوا كل شيء متاح للضغط عليك. فلذلك الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية، وتعامل مع الكورونا أعاذكم الله على أنه مرض الإيدز. حاول أن تقي نفسك ولا تضع نفسك بسؤال هو أصعب ولا أسهل من الإنفلونزا، لا هو أصعب بكل تأكيد لمن تمكن منه هذا. صحيح موضوع 70% صحيح، في بعض الفيروسات فعلا وربما منها فيروس كورونا الحديث عن انه اذا كانت نسبه المناعه لدى الاشخاص هي 70 يعني في لدى المجتمع 70%، فانه ذلك يصل بنا الى حد مناعه اللي هو المجتمع. لكن طبعا زي ما قلت انا يبقى موضوع حدوث الطفرات يعني مخيف نوعا ما في هذا الجانب، ولذلك انا ذهبت ومعي اعتقد وزاره الصحه ويعني الخبراء في هذا الجانب يذهبون إلى خاصية تسطيح المنحنى. وبالمناسبة تسطيح المنحنى إذا اشتغلنا عليه بعد فترة سيصل بنا إلى مناعة المجتمعية، لأن أنا قلت إنه إحنا بالنهاية عدد الإصابات لن يتأثر ولكن سيتوزع زمنيا بشكل أكبر، بحيث إن القطاع الصحي يستطيع أن يتحمل عدد الإصابات. يعني لا يوجد تعارض بين تسطيح المنحنى ومناعة والمناعة المجتمعية إلا عند من لا يفهم كيف يتعامل مع هذه الآلية. أنا بسطح المنحنى بطول فترة الإصابات بخليها ثابتة، لكن بعد فترة من الزمن بصل للسبعين ولا 80% بالفعل تتحقق مناعة اللي هو المجتمع أو مناعة القطيع. أشكر صاحب السؤال على هذا السؤال يعني السوبر ممتاز كما يقول. يعني مرة أخرى أنا لا أمثل وزارة الصحة ولكن لي اطلاع على الإجراءات التي تتم، يعني حتى لا أكون ناطقا بلسان وزارة الصحة. من المعروف أنه بعد 14 يوم يتم منح الشخص إفادة بأنه قد كان مصابا بكورونا وقد تعافى تماما. طبعا واحد حيقول لي طب في بعض الدراسات تقول 21 يوم، والبعض يقول 14. مرة أخرى بعود وبأكد أنه فيروس كورونا هو فيروس حديث والدراسات كل يوم تتغير، لكن عموما إذا شخص أنه إيجابي يتم وضعه في الحجر المنزلي حاليا لمدة 14 يوم إن لم يحتاج إلى المستشفى طبعا، وبعد 14 يوم إذا وضعه الصحي ملائم ولا يعاني من أي أعراض يتم منحه من قبل وزارة الصحة من طب الوقاية، يتم منحه شهادة بأنه قد كان مصاب وقد تعافى، ولا يتم إجراء الفحص له مرة أخرى حسب يعني ما أعلم. يعني حقيقة يعني قادم الأيام إن شاء الله سيكون أفضل حسب معطيات وزارة الصحة، إنه إحنا يعني قد تجاوزنا مرحلة الذروة أو نحن في مرحلة الذروة، ولذلك التوقعات بأنه عدد الحالات سيتضاءل. لكن عموما مرة أخرى يعني وعي المواطن هو السلاح الأساسي لمكافحة هذا الفيروس. نحن الآن لا نستطيع أن نوفر اللقاحات وربما يعني ستحتاج لوقت حتى تصلنا، لكن نستطيع أن يعني أن نوفر الكمامات لأنفسنا، أن نوفر المعقمات لأنفسنا، أن نوفر التباعد الاجتماعي لأنفسنا، أن نوفر الوعي المجتمعي لأنفسنا. كل هذه الأمور بأيدينا وهي يعني درهم وقاية، وهو أفضل مليون مرة من قنطار علاج، لا سيما أننا الآن نتكلم عن علاج أساسا غير موجود وعن فيروس مؤلم. فأنا يعني أرجو من إخواني
الأفاضل يعني أن يضعوا موضوع الإرشادات، موضوع الكمامة بالذات كما ذكرت أنا، قلت إنه اللي ببالك إذا ارتدى كمامة وكان مصاب هذا يخفض احتمال إصابتك إلى نسبة تصل إلى 5%. فلذلك لا تتحدث إلى شخص مهمل وتعتبر أنه كونك أنت ملتزم يعني لكم دينكم ولي دين، لا، هو بعدم التزامه يؤثر عليك وقد يؤدي إلى إصابتك. لما تطلع في السيارة السائق يجب أن يكون لابس كمامته، بديش يلبس كمامته وما تطلعش مع الركاب يكونوا لابسين. إحنا مضطرين نتعامل يا أخو، كل يوم نتعامل في أماكن عملنا وفي المواصلات، لذلك لا قدر الإمكان نحاول يعني أن نأخذ الإجراءات الوقائية، وربنا يسلم الجميع ويحفظكم جميعا إن شاء الله رب العالمين. يعني أشكر بشكل جاد ويعني بصراحة هذا الجهد الطيب لإخواننا في منصة الميدان، هذه الانطلاقة المباركة. يعني أنا أتابع المنصة منذ فترة وأجد الآن في وصلت إلى الذروة، أرجو أن تستمر في الذروة وألا يعني المنحنى تبعها ألا ينزل أسفل، بالعكس أن يستمر في الصعود، وهذا هو المنحنى الوحيد الذي أتمنى أن يستمر الصعود في هذه الفترة العصيبة. شكرا لكم على هذه الاستضافة الطيبة، بارك الله فيكم ووفقكم الله. شكرا مرة أخرى لكل كوادرنا الصحية التي تحمي في هذا الوطن، شكرا لكل كوادر في وزارة الداخلية الذين سهروا وتعبوا وقدموا كل جهد. وختاما أشكر وزارة التربية والتعليم العالي، وأشكر الأمهات على الجهد الذي يبذل في التعليم الإلكتروني. أعان الله الجميع وبارك الله فيكم، وحمى الله فلسطين وغزة الحبيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.